من الصف الرابع ابتدائي بدأت أدخل دورات فيها مسائل رياضيات متقدمة، وبعد دخلت الملتقيات في الصف السادس ابتدائي، كان أول ملتقى لي في الجبال. وبعدها في 2020 تأهلت للتدريب المكثف في كاوس، لكن بسبب كورونا ما قدرنا نجي في كاوس، فكان التدريب عن بعد. رابع معسكر حضوري. بالنسبة للرياضيات، لما تتعلم تحل المسائل كذا بيصير عندك طريقة تفكير مختلفة في الأشياء. يعني لما تتعلم تحل مسائل تصير في مشاكل حياتك نفسها، يعني تفكر بطريقة مختلفة عن الآخر. معلم الرياضيات في الصف الرابع لاحظ أني متميز عن الصف، فقرر يدخلني دورات الرياضيات، وبدأت يعني من رابع ابتدائي حل مسائل الرياضيات. بعدين كنت أتدرب مع الأستاذ في رابع ابتدائي وخامس ابتدائي، وصف سادس دخلت الدورات الأساسية، اختبرت اختبار موهوب، وبعدها تأهلت للملتقيات الحمد لله. اختبرت اختبار قياس في الصف الثالث ابتدائي، وتأهلت الحمد لله للفصول الموهوبين. في الصف السادس ابتدائي كمان اختبرت وتأهلت مرة ثانية، والصف الثالث كمان الحمد لله تأهلت مرة ثانية. بدأت أستعد للمسابقة في الملتقى، وإن شاء الله حتكون في يوم 28 يونيو، وإن شاء الله أجيب ميدالية ذهبية.